اتفضل يا بابا. اتفضل. فين حبيبي؟ احنا خلاص روحنا. روحنا فين؟ على بيتي يا حبيبي. أمك سناء هنا يعني؟ طب اتفضل يا بابا اقعد ارتاح. اتفضل. يعني احنا هنا عندك ولا عندي؟ عندي حبيبي في بيتي. بص يا ابني انا متلخبط، ساعدني. حبيبي مفيش حاجه تلخبط خالص، ده هنا عندي في البيت. حضرتك هتخش تريح وتنام في الاوضه دلوقتي، وبكره الصبح اول ما تصحى تقعد مع اولادي هبه وهشام، اكيد وحشينك. طبعا. بس انا بسالك عن سناء، هي معانا؟ يعني هي فين؟ انا مش فاهم هي فين، واحنا ازاي سايبينها وجايين هنا؟ حبيبي انت مش فاكر اللي حصل لماما؟ لا فاكر. فاكر ايه؟ فاكر والله. طب قول لي فاكر ايه؟ قول لي انت ايه اللي حصل؟ فين هي؟ انت فكرني. ماما توفت يا بابا. توفت. بص يا زينة، أنا بكرة الصبح إن شاء الله لازم أرجع شقتي. الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما، ليه بتقولي كده؟ ليه بقول كده؟ حماكي هيجي يعيش هنا، يبقى أنا لازم أمشي. مش معقول هتشيل المسؤولية دي كلها. أنت بتتكلمي إزاي يا ماما؟ وهو أنت حاملة عليا في إيه؟ ده بالعكس، أنا اللي محتاجاكي جنبي، ومحتاجاكي جنبي دلوقتي أكتر من أي وقت فات. يا زينة، أنا مكسوفة ومحرجة جدا من بدر. جوزك ظروف وحشة جدا اليومين دول، ساب شغل ومامته توفت فجأة، وبابا تعبان جدا وحالته هتبقى أوحش. أنتوا مش ناقصيني. من باب أولى إنك تستني معايا، ده حتى بدر طلب مني إن أنا أوصيك إننا نستحمل أنكل صادق في ظروفه دي. انت يا ماما عايزاني اواجه كل ده لوحدي؟ يا حبيبتي ده عبء وحمل عليكي كبير قوي، ربنا يعينك. بس انا برضو وضعي محرج. انت مش هينفع تمشي يا ماما، مش هينفع تمشي. انت مال وشك دبلان كده ليه؟ انت مش عملتي من كام يوم تحليلات؟ النتيجه ايه؟ أنيميا، شوية أنيميا وقولون عصبي، مفيش حاجة. الأنيميا دي عايزة متابعة، أنت فاهمة ولا لأ؟ فاهمة. يا بابا ما بتاكلش ليه؟ مش حلو الأكل، مش عاجبني. تحب يا أنكل أعمل لك حاجة تانية؟
انا مش عايز اكل كده كده، انا همشي عشان عندي ميعاد شغل في الوزاره. طب يا بابا يعني كل حاجه بسيطه كده بس علشان تاخد الدواء. دواء ايه اللي اخده؟ اقول لك عندي شغل وعندي مواعيد، انت ما بتفهمش ليه؟ بابا انا اسف والله مش قصدي، بس يعني انت عايزك تفطر كده بس مش اكتر. بصي لي كده ليه انت كمان؟ انا؟ ايوه انت، في ايه؟ انا كده جنبك؟ ايه ده يا بابا، ما حصلش حاجه؟ لا ده انتوا ناس مش طبيعيين. بدل ما تقول لها بتبص لابويا كده ليه، بتقول لي انا في ايه؟ اخص عليك وعلى تربيتك ولا قليل الادب. ماما عشان خاطري أرجوك يا ماما بطلي بقى السجاير دي، كفاية كده والله أنا مش ناقصة والله. نبي زينة سيبيني في حالي، أنا هطاق خلاص. يا ماما ما تزعليش من أنكل صادق، هو مش واخد باله هو بيعمل إيه، ما أنت عارفة ظروفه. يا حبيبتي أنا مش زعلانة منه ومقدرة حالته وفهمها كويس، بس أنا حاملة هم بكرة هنعمل إيه، عشان كده لازم اروح بيتي. ده اكيد بدر، انا هطلع واسيبكم. لا لا خليكي خليكي، انا هطلع له. وبعدين اعمل ايه؟ انا كمان مش عايزه اسيب زينه في الظروف دي، ولا حكايه الانمي دي كمان، دي محتاجه كل قوتها. يا رب ساعدها. حبيبتي فكري بس معايا في الكلام اللي بقوله ده، هتلاقي صح. صعب قوي يا بدر اللي انت بتقوله ده، انا ما اقدرش ابدا انقل حياتي كلها واسيب بيتي واروح اعيش في بيت انكل صادق. وبعدين ماما، ماما مش هترضى تيجي معانا هناك، وهتصمم ان هي ترجع بيتها، وانا محتاجه امي جنبي. افهميني بس يا حبيبتي، أولاً أنا كلمت الدكتور بتاع بابا وحكيت له كل حاجة، وقال لي إن تغيير المكان بالنسبة له دلوقتي مش صح، وهو اللي ملخبطه زيادة، يعني قعده هنا مش في مصلحته. ثانياً بقى تعالي نفكر الموضوع كده بشكل مادي، إحنا قريب قوي لازم ندفع فلوس الإيجار، وده هيزنقنا جداً. أنا شايف يعني إحنا لو رحنا قعدنا عند بابا هنوفر فلوس الإيجار. مش عارفة يا بدر، أنا مش عارفة أفكر، أنا متلخبطة خالص. حبيبتي إحنا عندنا مصاريف كتير قوي الفترة الجاية دي، بصراحة أنا لسه مش عارف أعمل فيها إيه. قبل وفاة أمي بعت السي في بتاعي لشركات كتير، بس لسه محدش رد عليا لحد دلوقتي. ربنا يسهل بقى قريب. أنا عارف يا حبيبتي إني بضغط عليكي، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي في ايدينا دلوقتي.